اللحمه المفرومه كل كيلو لحمه، اللحمه مش متضاف عليها اي حاجه خالص، ولا بصل ولا اي حاجه ولا اي توابل، كل كيلو لحمه متضاف عليه حوالي ربع كيلو من الدهن، دهن ضاني، ويكون الافضل او التركه بتاعته بتدي حاجه نكهه جميله هو الدهن الضاني، او اللي ما يحبش الدهن الضاني بيضيف حته من البوش او حته من حاجه تكون دسمه، بيكون ربع كيلو على كل كيلو لحمه صافي بالظبط. معانا حوالي اللحمه المفرومه متضاف عليها الدهن بتاعها، هنضيف عليها شويه من الخضره، الخضره دي حاجه اساسي او سنتر رئيسي للصحه، الصحه تاج على رؤوس الاصحاء زي ما بيقولوا. بعد كده الجزر، بعد كده اول حاجه عملناها ان احنا جبنا اللحمه هننزل عليها بالجزر والبصل والفلفل والخضره الجميله والمقادير قدام حضراتكم على الهوا. ده مقادير اللحمه، لسه بنشرح في اللحمه، لسه ما دخلناش في اي طواجن. دي يعتبر التركه الرئيسيه او الحاجه الاساسيه اللي احنا هنعمل بيها كل المقادير بتاعتنا او كل الوجبات او كل الاكلات اللي احنا هنحبها على سفره رمضان الجميله. كل سنه وانتم طيبين، رمضان بيجري بينا سريع سريع. هنفرم عليه حوالي بصلتين، بسم الله. اللي حابب يشكل تشكيلات كامله من غير مجهود ومن غير بحاجه اقتصاديه 100%، كل طاجن هنعمله او كل اكله هنعملها تتعمل جنبيها اصناف كتير هنقولها لحضراتكم دلوقتي حالا، لرباط البيوت اللي بيحبوا يشكلوا تشكيل كل يوم صنف. بسم الله، البصل مع الجزر مع الفلفل، حار او بارد على حسب الرغبه، اصفر اخضر احمر، شكل مع التشكيله الجميله الحاجه الحلوه. بعد كده انزل بمعلقه من الملح، حاجه بسيطه من الملح، بسم الله، معلقتين من الملح اهو معايا، الكميه كويسه، وحوالي التوابل السبع توابل المشكلين بتوعي، الحبهان، ورق اللوري، جوز الطيب، الفلفل الاسمر، الكباب الصيني، زهره الورد، كل الحاجات الجميله. التوابل لازم تكون توابل مشكله، يكون حصى ونطحنها في البيت. بعد كده بخدمها كويس جدا، بسم الله، اخدمها كويس، نعصج منها، نعمل منها داود باشا، نعمل منها كفته مشويه بالتركه الجميله الحلوه دي، نقدر نشكل من غير ما في حاجه تفك مننا، نسبه الدهون ما تكونش عاليه وكبيره، وفي نفس التوقيت حاجه كويسه. بعد كده في معلقتين زيت او شويه زيت صغيرين، وهنزل بحاجه بسيطه او بكميه من اللحمه بتاعتي، بسم الله، اعصج اللحمه عشان اعمل منها طاجنين مشكلين بنفس الطريقه وبنفس الترتيب. بعد كده نبدا في طاجن الخضار المشكل، اول حاجه نبدا بيها بعد ما عصجنا اللحمه او جهزنا اللحمه بتاعتنا لداود باشا وللكفته وللقالب قالب الكفته المشكل بالجبنه الموتزاريلا اللي عشاق الجبنه، نقدر نشكل معاهم كل التشكيلات الحلوه الجميله من غير اي حاجه اقتصاديه وموفره الوقت جدا جدا. اقلب اللحمه عشان نعمل طاجن الخضار الجميل. طاجن الخضار هو عباره عن مكعبات من البطاطس والكوسه والفلفل والبصل، لو حبيتوا تحط والبتنجان، البتنجان كله مكعبات، قليه حوالي تلتين قليه يعني بالظبط، ياخد ثلاث دقائق في الزيت، حاجه بسيطه قبل ما يستوي عشان نقدر نعمل احلى طاجن خضار، بسم الله. نجيب الطاجن بتاعنا ونقطع بصله شرايح، نطعمه بقى الحاجه التحابيش الجميله المصريه اللي بتخش في التركيبه بتاعتها الحلوه. على السفره الرمضانيه وعملنا الصلصه، وهي عباره الصلصه ممكن نعملها بالثوم
او ممكن نعملها بالبصل، معلقه زيت معلقه سمن، ننزل بالبصله ناعمه، بعد كده تتحمر البصله، ننزل بثلاث فصوص من الثوم معاها قرن فلفل او واحد عدد من الفلفل حاجه بسيطه، بعد كده بنديها التركه مع الصلصه، صلصه الطماطم ننزل بيها بسم الله على نفس الطريقه اهو، نخليها لحد ما تتسبك براحتها خالص، بعد كده هننزل بيها بالملح والتوابل. اول حاجه عملناها ضربنا اللحمه بتاعتنا تدريب كامل بالخلطه الجميله بالفلفل والجزر والبصل والخضره والتوابل والملح بتاعنا، بعد كده عملنا الصلصه وهي عباره عن حبتين من البصل، ثلاث فصوص من الثوم، واحد عدد من الفلفل، حمرناهم كلهم في قلب بعضيهم، بعد كده نزلنا بصلصه الطماطم، تطلع معانا الصلصه الجميله زي ما انتم شايفين بنستخدمها في الطاجن ونستخدمها في طبق الخضار. انزل بشويه من الصلصه حاجه بسيطه في الطاجن من تحت، فرشه ليها كامله اهي، بعد كده اقطع بصل طرنشات مع الفلفل مع الطماطم، نديها التركه الجميله بسم الله، قطعنا البصل، هنقطع حبايه من الطماطم حاجه تشكيله كده على الوش، نديها شويه تحابيش حلوه مع اللحمه المعصجه بالبصل والفلفل والخضره، نقلب لحد ما البصل تعصج معايا او اللحمه تتعصج معايا. تعالى نعمل شويه من داوود باشا الكويرات الجميله بالصلصه، يبقى جهزنا كل ترتيباتنا كلها كامله بسم الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، صباح الخير يا شيخ. ازيك يا ست الكل، صباح الرضا. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بكمال الصحه، تسلمي لي، ربنا يحفظك. امورينا. لو سمحت ممكن نعرف قيمة الجلاش للحمة بس دلوقتي تقولوا لي عشان نعملها على الفطار. عينينا عينينا تحت امرك، الجلاش او الرقاق زي ما انت عايز، على عينينا على عينينا. ممكن اعمل اهداء من خلال البرنامج بتاع حضرتك؟ اتفضلي اتفضلي ست الكل اتفضلي. طب انا بقول لاختي ولجوز اختي الف مبروك على منهم الجديد، ويا رب يخليها لكم. ربنا يحفظك، هم سامعينك، يا رب يكون سامعينك دلوقتي وربنا يستجيب. على عينينا على عينينا. الجلاش باللحمه المفرومه، بنجيب الجلاش الجاهز، بنجيب الجلاش الجاهز وبنعصج اللحمه نفس التعصيجه نفس الطريقه، بعد كده بننزل بورقه ورقه نص الكميه، الباكت بالظبط بيعمل 16 ورقه، ننزل بثمانيه على كل ورقه لو احنا عايزينها دسمه شويه، على كل ورقه سنه من السمن حاجه بسيطه خالص خفيف، بعد كده برص الثمان طبقات وانزل عليها باللحمه المعصجه نفس التعصيجه نفس الطريقه، بعد كده بنزل بالجلاش من فوق اسويها صح، بعد كده لو حبيت لو اللي حابب انه يضيف بيض مع شويه من الحليب، بيضه واحده بس مع الحليب مع سنه فلفل اسمر واقلبها، بعد ما اقطع الجلاش اسقيها قبل ما ادخلها الفرن، هتطلع طريه وجميله وطعم لذيذ جدا بيبقى ممتازه. اللي مش حابب بينزل بالجلاش وشويه صغيرين من الحليب من عليه من على الوش من فوق، ويطلع معاكم بتركه حلوه جدا وممتازه 100%. بعد كده بجيب البطاطس والبتنجان والكوسه في قلب الطاجن بتاعي، انزل بيه بسم الله، وانزل بشويه من الملح بسيط، شويه من التوابل المشكله، السبع توابل مشكلين الجمال بتوعي، مواد عطريه او التوابل الرئيسيه، الحاجه الرئيسيه تطلع معايا جميله، اقلب كله، بعد كده بنزل بشويه من اللحمه المفرومه اساوي من على الوش، حبيتوا تقلبوها كلها ببعضيها مفيش اي مشاكل، حبيتوا تسيبوها برضو بنفس التركه الجميله والريحه الحلوه بقى اللي هي الحاجه اللي تفتح النفس زي ما بيقولوا على الفطار، بعد كده بديها شويه من التوابل سنه بسيطه خفيف كده، وانزل بالبصل
قبل الصلصه خالص ارص البصل هعصك تاني لحمه تاني للمكرونه طاجن المكرونه عشان نخش على الثلاث اطباق بتاعنا قبل الحل نزلنا بالخضار نزلنا الاول بمغرفتين من الصلصه بعد كده نزلنا بالخضار بتاعنا وشكلناه وظبطناه بعد كده هننزل باللحمه بعد كده شويه تشكيلات اختياري بصل والطماطم والفلفل بعد كده انزل بشويه من الصلصه عليها من الوش بسم الله على نفس الطريق الصلصه بتاعتي متبلها كل حاجه فيها الملح بتاعها يكون مظبوط 100% عشان الملح ما يكونش كتير وبالذات في الصلصه اللي بتغلي لازم اتبلها قبل ما استخدمها على طول على نفس الطريقه وادخلها الفرن في نص الفرن بالظبط بسم الله ادخلها الفرن بتاعي في النص واسيبها حوالي التوابل بتاعتي او الحاجه بتاعتي كلها مستويه الخضار والحاجات كلها بسيبها حوالي ربع ساعه او على حسب ما الوش بتاعها بتاخد تركه بسيطه من الوش